نروح بقى على المنتخب مؤقتا ونرجع مره ثانيه للقاء القمه. وعايز اسال حضرتك على يعني المستجدات في ملف المنتخب وعوده بقى محمد شريف ومجدي قفشه وعناصر كمان جديده اضافها كيروش الفتره الاخيره زي مدافع البنك الاهلي وزي كابتن احمد ياسر ريان محترف حاليا في تركيا. فكرك التوليفه اللي استجدت دي الى اي درجه هيبقى لها انعكاسات طيبه على اداء وعلى شكل وعلى نتائج المنتخب في الماتشات اللي جايه ان شاء الله؟ هو طبعا كروش يعني من المدربين الاكفاء وبرضه كان من حظي ان او نقول من حسن حظي هو وصل جه مصر قبل كده سنه 92 كروش جه 92 مفيش حد حتى الاعلام ما يعرفوش انه جه 92 لغايه دلوقتي. هو جه 92 ليه؟ كانت في دوره للإليت المدربين بصفتي كنت محاضر في الاتحاد الافريقي فكنا عاملين دوره للمدربين الافارقه وبيشرف عليها الاتحاد الدولي وكانت معموله هنا في دار الهيئه الهندسيه في وجود المرحوم كابتن عبد الصالح الوحش كان مدير اداره فنيه لاتحاد الكوره. كنت انا جيرا كوردينيتور بتاع البطوله الدوره دي كنت منسق عام وكيروش كان احد المحاضرين اللي جايين من الاتحاد الدولي يحاضر في هذه الدوره. حلو. وكان زمان بقى ما فيش بقى بتوع العلاقات العامه وما فيش الناس تقابل والشغل كنت انا اللي اروح له المطار واجيبه من المطار كل ده ما فيش فروحنا جبناه وبتاع وبدات علاقتي بيه من 92 استمرت معاه مع كيروش 92 ثم بعد كده في بطولات افريقيا ثم لما راح جنوب افريقيا وكان بيدرب لما راح الامارات كنت شفته مثلا في الامارات لما راح ايران في مباريات كاس العالم فالجوله دي هو كان دايما نلتقي فاحنا بنلتقي في البطولات والدورات وكده. كيروش تقريبا مش عايز يخلي حد من اللعيبه مستريح وان دي اسطمبه ال 22 او ال 24 لعيب دول هم دول لازم يشعروا بالقلق لانه انت في النادي عشان تلاعب لاعب فبتخلي واحد يجي من وراه طب انت هنا هتعمل ايه؟ ما بيختارش 24 زي بقيه المدربين ويقول لك هم دلوقتي لعيبه المنتخب ونغير واحد ولا اثنين لكن لازم بيشيل ويشيل اسماء من الكبيره اللي هي يعني الناس كلها تقعد تتكلم فيها عشان يحسوا ان هم برضو في نفس الوقت ان سهل انهم يتشالوا من المنتخب. والطريقه دي تعتقد حضرتك انها صح ولا مش بالضروره؟ هو بيعملها في اوروبا ما تنجحش. ليه؟ في اوروبا عارفين اللعيبه عارفه وما يقدرش يعمل الكلام ده. لكن عارفه ايه اللعيبه؟ لا مش فاهمه. يعني في اوروبا اللعيبه ايه على قدر كل واحد يعني. مسؤول وعارف انه بيحترف عارف انه هيلعب عارف انه لازم يشتغل على نفسه يدي فتلاقيه التزام اكتر يعني مش محتاجين حد يسخنهم اما اللي بيسخنها ده عملها في جنوب افريقيا وعملها في فتره من فتراته في ايران. كان في علي دائي هناك كان هداف اسيا واحد هدافين العالم ومن اللعيبه الكويسين او لعيبه ايه علي دائي وكان مختار بره علي دائي برضه كان بيشيله ويحطه ويشيل فبينقي اسماء اللي هي تتخيل انها بقت هي صاحبه الملعب وعمل الكلام ده في جنوب افريقيا. ونسبه ايران شيء مؤسف اللي بيحصل فيها مؤخرا وخصوصا في عالم كره القدم يعني لا يعني حاجه يعني محزنه. هي كانت مسبوقه قبل كده يعني مش ما هياش غير مسبوقه بس كوضع عام شيء يعني شيء مؤسف جدا ونتمنى ان الوضع ده يتغير يا رب يا رب. فهو كيروش بيشيل اللعيبه دي مش لانه مش مقتنع بيهم يعني قفشه ومحمد شريف في اول مباراتين بتوع ليبيا ما شالهمش يعني شالهم من النادي الاهلي شالهم من المنتخب. ليه شالهم لو تفكر كاجهاد كانوا مش جاهزين لا يعني لا هل ده أو ده اللي اتقال يعني. لا هو عارف ان الفرقه ليبيا هتلاعبه ازاي ليبيا هتلعب هنا في ملعبنا وهتلعب زون ديفنس وهتلعب مقفله ففرصه شريف في المساحات والمسافات مش هيلاقيها فانا لو خدته في الفتره دي مش هلعبه بس هقعده جنبي وانا عايزه طب ما انا اخليه بره خالص عشان تبقى دي ارصد ودن لكل اللعيبه بس هو مش دوري كمدير فني ان حتى لو في مباراه او فريق معين هنلعبه او منتخب بعينه هنلعبه عنده الفكر اللي ماشي في سكه التكتلات الدفاعيه اشيل لاعب مميز في الهجوم عشان مش هيلاقي مكان ولا اساعده ان يخلق لنفسه المكان لا هو لانه ما عندوش وقت
هو ما عندوش وقت، هو جاي فاضل له على الماتش 4 أيام ولا 5 أيام. فهو بيفكر في حاجات. هل لو انا في النادي ما اقدرش اعمل كده، لان انت محكم ب 35 لعيب او 30 لعيب يعني سكواد واحد هو اللي انت بتشتغل بيه. اما في المنتخب فانت عندك كل لعيبه مصر طبعا. فهو في الحاله دي قال لك ايه، انا ما اخدش ده وما اخدش ده لان اصلا مش هلعبه. طب وما لعبتوش وبعد طب خد لعيبه وما لعبهاش يعني في لعيبه جم. هو ده يرد على النقطه حضرتك بتقولها، اشمعنى محمد شريف وقفشه طالما هو كده كده اخد لعيبه ما لعبهاش فخدهمش ليه؟ بس هو بيبص اللعيبه دي على ان اللعيبه بروميسنج، لعيبه متميزه، لعيبه عنده فمش عايز برضو ان هو يحرقهم ياخدهم يقعدهم جنبه جنب الخط. فهو ياخد حد تاني يكمل بيه، لان هو بياخد دايما فرقته بياخد 4 حراس مرمى و20 لاعب لكل مركز، 2 واحد واثنين واحد واثنين.